أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. النادي المصري أعلن ضم حسين فيصل لتدعيم صفوف الفريق البورسعيدي خلال الميركاتو الشتوي الجاري بعد الاتفاق اللي تم ما بين سموحة والمصري على تفاصيل انتقال اللاعب بالكامل. نادي الاتحاد السكندري نجح في التعاقد مع المهاجم الغيني ناموزي تراوي من مواليد 2005 بعقد يمتد لخمس مواسم لتدعيم صفوف الاتحاد في الفترة الجاية. ونادي الزمالك نجح في ضم محمد شحاتة لاعب فريق طلائع الجيش بشكل رسمي، وبفضل الزمالك عن الاستغناء الخاص باللاعب من طلائع الجيش علشان يكون خامس الصفقات اللي أبرمتها إدارة نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. بطل مصر في الرماية عزمي محلبة حقق ميدالية ذهبية لمنافسات السكيت ببطولة كأس العالم لرماية المسدس والبندقية والبندقية خرطوش واللي بتقام في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة. ميار شريف لاعبة منتخب التنس والمصنفة رقم 61 عالميا انسحبت من بطولة الدوحة للتنس واللي هتتلعب من يوم 11 ليوم 17 فبراير بسبب الإصابة، وأعلنت خوضها فترة للتأهيل في الفترة الحالية. ومنتخب الهوكي الخماسي خسر أمام المنتخب البولندي بنتيجة 2-1 في ربع نهائي بطولة كأس العالم والمقامة حاليا في سلطنة عمان. منتخب مالي تأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 بعد الفوز على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعت المنتخبين ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، وبيضم منتخب مالي بعد تأهله الربع النهائي البطولة لمواجهة منتخب كوت ديفوار. ومنتخب المغرب كمان ودع منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 بالخسارة من منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة 2-0 في القمة اللي جمعت المنتخبين ضمن منافسات دور 16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023. منتخب السعودية خسر أمام منتخب كوريا الجنوبية بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 في المباراة اللي أقيمت ما بين الفريقين على ملعب استاد المدينة التعليمية ضمن منافسات دور 16 من بطولة كأس آسيا والمقامة حاليا في قطر، وبالنتيجة دي اتأهل منتخب كوريا الجنوبية للدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا علشان يواجه منتخب أستراليا يوم الجمعة الجاية. منتخب أوزبكستان فاز على منتخب تايلاند بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم على استاد الجنوب بقطر ضمن منافسات دور 16 للنسخة 18 من كأس أمم آسيا. وفريق أرسنال فاز على فريق نوتنغهام فورست بنتيجة 2-1 خلال فعاليات المباراة اللي أقيمت ما بينهم على ملعب سيتي جراوند في الجولة 22 من مسابقة الدوري الإنجليزي بالموسم الجاري، وارتقى نادي أرسنال لوصافة ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة وفريق نوتنغهام فورست في المركز الـ 16 برصيد 20 نقطة.